ورجعنا لكم بعد الفاصل أعزائي المشاهدين، ومعنا دكتور رانيا السيد استشاري العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، وموضوع جديد يهم كل المشاهدين، الليمفيديما أو الغدد الليمفاوية. دكتور رانيا، الليمفيديما أو الغدد الليمفاوية وخصوصا بعد استئصال الثدي. تمام، كلمينا عن إيه الليمفيديما؟ بصي، يعني ايه لمفيديما؟ المصطلح ده عشان الناس اللي مش فاهماه، اللي هو التورم اللي بيحصل في الذراع او بيحصل، ممكن يحصل في الرجلين. خلاص، في الذراع او الرجلين، بيبقى تورم نتيجه لايه؟ تجمع السائل الليمفاوي. تمام، السائل الليمفاوي بيتجمع فبيعمل، بيخلي الايد تورم، بتورم كلها او الرجل تورم من تورم. تورم بدون الم؟ لا، بيبقى فيه ألم. هنشرح في الأعراض بقى. هنشرح بقى في الأعراض. طب ايه هي اسباب الليمفيديما يا فندم؟ بصي، الليمفيديما يعني كل الأسباب بتاعتها بيبقى أي سبب من شأنه تقليل أو إبطاء دورة السائل الليمفاوي. زي العلاج بالإشعاع ممكن يعمل إبطاء في دورة السائل الليمفاوي. استئصال الثدي من الحاجات المشهورة. الالتهاب الخلوي في في الساقين، في ناس بيجي لهم التهاب خلوي ممكن يعمل ابطاء في السائل الليمفاوي. تمام، وكلهم على فكره بيبقى نفس طريقه العلاج. سواء كان في الذراع او في الرجلين. حدوث جرح في الغدد الليمفاويه. تمام، مشاكل في القلب او في الكبد ممكن تعمل مشكله في دوره السائل الليمفاوي. خلاص، دي كلها اسباب. طب ايه اعراضها يا فندم؟ الاعراض بتاعتها من الحاجات المشهوره قوي انه تيجي تضغطي على المكان اللي وارم تلاقي تجويف مكان الضغطه بتاعت ايدك. يعني لو ضغطتي كده تلاقي مكان ما ضغطتي، مكان ما ضغطتي عامل تجويف عشان التورم. ما هو بيبقى مشكله في السائل الليمفاوي. فدي بتبقى من العلامات الواضحه جدا ليها. تقل، العيان يقول لك حاسس بتقل، دراعي تقيل، مش قادر اشيل دراعي، مش قادر يشيله، تقل تقل فظيع. ألم في الإيد أو في الرجل، بتعمل ألم كويس. في ناس بيحصل معاهم سخونة أو احمرار في المكان. من الأعراض اللي ممكن تحصل مع الليمفيديما سخونة أو احمرار. صعوبة في الحركة وعدم مرونة. الحركة كمان مش بس صعبة، كمان ما فيهاش مرونة. مش بحرك بصعوبة، لا، ما عنديش فليكسبيليتي في الحركة. دي من الأعراض بتاعتها. الورم أول ما بيظهر أول حاجة في الكف بتاع الإيد والصوابع، وبعد كده تحسي بقى إنه المكان كله ورم. ونفس القصة في الرجل. تورم وتقل. ممكن تبدأ تشتكي إنه لو هي لابسة خاتم تقول الخاتم بدأ يضيق عليها، الساعة اللي لابساها بدأت تبقى ضيقة عليها. دي يعني الاعراض بتاعتها. بيبقى التورم اكتر حاجه، والالم والتقل اللي في وفي بقى من الحاجات المهمه جدا عشان نتكلم عليها في الوقايه، اللي هي بتاعه تمدد الجلد. يعني ده ممكن يعمل لك مشكله لما المكان يورم والجلد يتمدد. عندك مشكله هنتكلم عنها في الوقايه دلوقتي. ان الجلد لما يتمدد ممكن يعمل لك تشقق، التشقق يعمل لك جرح. وممنوع العيان اللي عنده لنفديما يتجرح في الايد دي. ممنوع. ممنوع. والجلد بيتفرد لوحده. اوريدي هيتشقق. مش بيتمدد يعني. بيتمدد فهيتشقق. فبالتالي هيتشقق. فهنتكلم بقى دلوقتي في الوقايه. طب ايه طرق الوقايه يا فندم من اللنفديما؟ طرق الوقايه بتبقى عن طريق حاجتين. يا اما انت بتبقي عايزه تسرعي دوره السائل الليمفاوي او تمنعي تجميعه. تمام؟ دي بتبقى دول الهدفين. اول حاجه بنمنع العيان اللي عنده لنفديما ان هو ياخد حقن في الطرف المصاب. تمام. ما بنقيسش الضغط في الطرف المصاب. حتى لو انا رايحه للدكتور لاي سبب، يا دكتور انا عامله مثلا عمليه ماستكتومي اللي هو شايله صدري، من فضلك ما تقيسيش الضغط في الدراع ده. انت اللي تعرفي الدكتور اللي انت رايحه له، دكتور باطنة مثلا، ان انا عامله العمليه دي، ما تقسليش فيه عشان ما يحصلش ضغط على الاوعيه. وبالتالي ممنوع ان احنا تالت حاجه بقى في موضوع انه بيحصل عندهم تمدد في الجلد. لازم طول الوقت، من النصايح المهمه بنديها لهم، طول الوقت كريمات مرطبه. طول الوقت، لان تمدد الجلد ده مشكله.
عشان ما يحصلش تشققات. عشان هيحصل تشقق والتشقق يعمل الجرح. ما هي هيها نفس مشكلة نفس الشكة بتاعت الحقنة، ما هو بالظبط. التشقق هو نفس شكة الحقنة. ده بالعكس التشقق ممكن يبقى أكبر، لأنه في ناس تقولك أنا ما عملتش، أنا ما عملتش بيها حاجة، أنا ما خدتش فيها حقنة. لا، بس الجلد بس اتشقق الجلد فيعمل شقق. لك نفس المشكلة. نحافظ عليها طبعا التنشيف كويس، وتنشيف بين الصوابع عشان ما يعملش تمام فطريات سواء في الإيد أو في الرجل، تمام لأنها بتبقى وارمة، فلازم ننشف بين الصوابع. لو احنا خارجين هنهتم جدا ان احنا نحط صن بلوك، لان ممنوع التعرض للحراره المباشره سواء كانت حراره الشمس او البوتاجاز. حتى البروجاز. ما ده حراره مباشره، معرض ما امسكش، ما اقفش قدام البوتاجاز واقلب وعرض الايد اللي فيها الإيد. الليمفيديما للحراره المباشره مثلا، واقلب حاجه على البوتاجاز. تمام. دي من الحاجات الغلط، من الاخطاء اللي بتحصل في موضوع تمام. الليمفيديما. عدم لبس الملابس ضيقه في الجزء المصاب بالليمفيديما، او حماله صدر ضيقه ما تتلبش. ممكن نستخدم ثدي صناعي للناس اللي عاملين استئصال ثدي خفيف الوزن. مهم جدا بقى اكل وجبات خفيفه ومتوازنه، لان العيان اصلا دراعه تقيل او رجله تقيله، مش ناقص ناقص تقل تقل. على التقل اللي عنده. يعني انه يحصل سمنه سمنة في المشكله دي تزود المشكله. تزود المشكلة. من المهم جدا طبعا في ان انتي تمنعي تجميعه في الوقايه، في طرق الوقايه، ان الرفع على وساده. تمام، ان احنا بنرفعه دايما على وساده عاليه، او الرجل تترفع برضو، تمنعي تجميع السائل الليمفاوي فيها. تمام دي برضو من الحاجات دكتور رانيا، سريعا الغلط. كده طرق العلاج لو حصل اذا ليمفيديما. في ليمفيديما، طرق العلاج اول حاجه عندنا بنعمل حاجه اسمها انترميتنت كومبريشن. ده نوع من انواع العلاج، جهاز بيعمل جلسات، بتبقى عباره عن جهاز بيتلبس بيعمل ضغط متقطع للسائل الليمفاوي فيسحب السائل. تاني حاجه بيبقى عندنا حاجه اسمها مساج، اسمه المساج الليمفاوي، بيبقى بضغط معين وبطريقه معينه وتايم معين في حدود نص ساعة، بتبدأي تحركي فيها السائل الليمفاوي لطريق الغدد الليمفاوية عشان انتي تصرفيه لهم، خصوصا للناس اللي عاملة استئصال. تمام، من ضمن الحاجات المهمة تمارين اسمها الانتر كوستال بريسنج، دي بتزود سرعة تصريف السائل الليمفاوي. تمارين معينة اسمها بدال، بجهاز اسمه بدال بنعملها عشان نزود تصريف السائل الليمفاوي. تمارين معينة بتستهدف تحريك الصوابع والكف والكوع والكتف، ونرفع الايد بتاعتنا دايما زي ما قلنا على حاجة عالية. دكتور رانيا، سعدت بلقاء حضرتك كتير، وعلى وعد بلقاء حضرتك في سلسله حلقات، لان طبعا اكيد مشاهدينا الاعزاء موضوعات اللي اثرناها النهارده تهم كل المشاهدين، فاخد وعد من حضرتك على الهواء ان شاء الله بلقاءات اخرى باذن الله. ان شاء تشرفنا الله. بسيادتك يا فندم، بشكر شكرا جزيلا دكتوره رانيا السيد، دكتوره واستشاري العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب القصر العيني جامعه القاهره. اعزائي المشاهدين، تصبحوا على حب، تفاؤل وكمان امل. صباح الخير.